السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي الأفاضل، وياكم هيثم النصراوي. واليوم وصلنا للمحاضرة رقم 8 في كيفية استخدام مكتبة الماتبلوتليب للرسم. بالبداية نروح نفتح البايثون اللي يكون بهذه الواجهة، وبعدين نروح نفتح فايل جديد. بهذا الفايل أستدعي المكتبة import matplotlib.byplot as plt plt.show وفوق plt دوت لوت وبيها اكس وواي. الاكس هي الاكس اكسس والواي هي الواي اكسس. موضوعنا اليوم هو كيفية تحميل بيانات من اي ملف ورسمها بالماتبلوتليب. قد تكون هذه البيانات بملف تكست او سي اس بي او اي نوع اخر. اوكي، خلينا هسه على سبيل المثال عندنا هذا الملف التكست بهذه البيانات اللي هي من 1 إلى 20، وعندي هاي منها أرقام مبعثرة والفاصل بيناتهم هي فارزة. خلينا نشوف شلون نستورد هذه البيانات. إذا أريد أستورد هذه البيانات، هنا أنا أستدعي مكتبة اسمها NumPy as np، وأجيب المتغيرين x و y يساوي. من مكتبة NumPy راح أخذ الدالة load text. اللود تكست هنا مو معناها لازم اجيب البيانات من ملف ذو امتداد تكست، لا، اقدر اخلي بها حتى سي اس بي. اوكي، بس هو اسمها هيجي. اجي هنا أنا اخلي اسم الملف، اسم الملف مالتي شنو؟ ماي فايل دوت تي اكس تي. احنا قلنا ذني الارقام شنو يفصل بيناتهم؟ فارزه. فراح اخلي ذني الارقام اللي على اليسار مال الفارزه للاكس، وعلى يمين الفارزه للواي. اجي هنا اقول delimiter يساوي اللي هي الفارزة، واجي بعد اختار unpack يساوي true. اوكي، يعني شلون احنا نقول يفصخن، يسويهن، يفتحن، يسويهن unpack ويحط قيم مثلا على اليسار باكس والقيم على اليمين بواي. هسه اجي ارسمهن. انا كاتب plt.plot xy، خلنا نخلي هنا label يساوي data from file، واجي جوه plt.legend، وخلينا نخزن هذا المثال. الى example 8، ومثل ما تلاحظون هنا انه قدرت ارسم البيانات من الملف. خلينا مثلا نخلي title y label x label خلينا نخلي x label اللي هو x، خلينا نخلي y label اللي هو y، خلينا نسوي grid وخلينا ننفذ. ومثل ما تشوفون البيانات مالتي هنا قدرت ارسمها بالبايثون، وخليت هنا y label x label، وخليت هنا عنوان، وبالاضافة الى legend. هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم، واتمنى انه نالت اعجابكم، وانا اشكركم جزيل الشكر، وان شاء الله نلتقي بمحاضرات اخرى. مع السلامة.